أعلنت تونس أنها لم تعد تعترف بالنظام السوري. ما الذي دفع تونس إلى هذه الحركة العنيفة وقطع علاقاتها مع سوريا برأيكم؟ لكن أنا أعتقد أن الموقف الذي تم اتخاذه في تونس أو في غير تونس هو مبني إما على معطيات ناقصة، ولا أريد أن أقول معطيات خاطئة، قدمت لبعض الحكومات العربية وحتى لبعض الحكومات الغربية عندما قيل لهم أن النظام سيسقط خلال أسابيع، فكثيرون أرادوا أن يكونوا شركاء في هذا النصر المتوقع، اعتقادي بأن بعض أو لعل من حيثيات بعض المواقف هو مجاورات ومداورات أمام امتحانات داخلية صعبة، هي تعتقد بأن عليها لا تدخل الآن في خصومة أو نزاع مع أمريكا أو الدول الغربية ومداراتها في العديد من هذه المواقف. أنا بحق لا أفهم موقف نصر الله. يمكنني أن أقول لك إن نصر الله كان محبوبا جدا بعد 2006 بسبب المعركة ضد إسرائيل، لكن شعبيته الآن انتهت تماما هنا في تونس وفي باقي العالم العربي.